السلام عليكم. حيوان عملاق جدا تشعر انه من حقبة التنانين لكن بدون اجنحة. الاناكوندا الخضراء اكبر ثعبان في العالم، طولها حوالي 6 ل 9 متر بوزن يصل لحتى 250 كيلوغرام، قطر جسمها 30 سنتيمتر. الاناكوندا من الافاعي غير السامة، تستخدم العصر للقتل، اي تلتف حول الفريسة تقوم بخنقها لحتى تموت، بعدها تأكلها. نعم هي غير سامة لكن هذا لا يعني أنها مانا خطيرة أبدا، بالعكس العصر يعتبر بعالم الحيوان قاتل أكثر من السم. تعيش على طول المياه الاستوائية شرق جبال الأنديز، جنوب بوليفيا وشمال البرغواي، وفي جزيرة تريندان الكاريبية. لحظة، هي تعيش فقط في أمريكا الجنوبية موطنها الرئيسي. إذن من تكون تلك الأفاعي العملاقة الموجودة في أفريقيا وآسيا؟ هذه هي البايثون، هي ابنة عم الأناكوندا، تشبه الأناكوندا لكن أقل حجم، طولها 6 إلى 7 متر ووزنها يصل إلى 90 كيلوغرام مقارنة بالأناكوندا اللي بتصل إلى 250 كيلوغرام، لكن أحيانا وجد بايثون أطول من الأناكوندا. البايثون تعتبر من حيوانات العالم القديم، بينما الأناكوندا تعتبر من حيوانات العالم القديم والجديد. والمقصود بالعالم القديم هي قارة أفريقيا، آسيا وأستراليا، بينما العالم الجديد هو قارة أمريكا. نرجع إلى الأناكوندا الخضراء، المستنقعات، الأنهار البطيئة، الجداول والغابات المطيرة في حوض الأمازون هي أماكن عيشها. لونها زيتوني مع بقع سوداء بيضاوية الشكل، يتناسب مع لون النباتات في المستنقعات. قدرات التسلق على الأشجار محدودة، عيونها وفتحات أنفها بارزة إلى الأعلى أكثر، ما يسمح لها بالرؤية والتنفس، بينما يكون معظم جسمها تحت الماء. الأناكوندا حيوانات سباحة بامتياز، والمياه هي مسرح نشاطاتها، عندها القدرة لحبس نفسها لمدة 10 دقائق تحت الماء. الأفاعي تنتمي لعائلتين، عائلة البايثون اللي تشمل البايثون وأفاعي أخرى، وعائلة البوا اللي تضم 40 عضو، أشهرها هي الأناكوندا. بوا معناها باللغة البرتغالية كبيرة الحجم. اسم أناكوندا جاي من كلمة أنيكولرا واللي تعني قاتل الفيل. بالإضافة إلى الأناكوندا الخضراء يوجد ثلاث أنواع أخرى من الأناكوندا، هي الأناكوندا الصفراء، الأناكوندا البوليفية أو بيني، والأناكوندا الداكنة المرققة. الأناكوندا الخضراء دائما ما تنصب كمائنها في الماء في الفترة الليلية، منتظرة فرائسها من الخنزير البري والغزلان لخنزير الماء والتماسيح وحتى الجاغوار إذا ما انتصرت عليه، لأنه عادة هو مفترسها الرئيسي. تنقض على فرائسها من منطقة الرقبة، ثم بسرعة تبدأ بلف الحيوان وعصره تدريجيا. تشعر الأناكوندا بنبض قلب الفريسة وهي تبدأ بتناول الحيوان ما أن يتوقف نبضه. بين الفكين يوجد أربطة مطاطية، تتوسع فتحة الفم عن طريق هاي الأربطة لتلائم حجم الفريسة بالضبط، وعن طريق الانقباضات العضلية المنتظمة يتم سحب الفريسة إلى معدة الأناكوندا. وبعد وجبة عملاقة قد تستمر عملية الهضم حتى أسابيع، والأناكوندا قد تبقى بدون طعام لمدة قد تزيد عن الشهر أحيانا. خلال موسم الأمطار بين الشهر الرابع والخامس تطلق الإناث ما يسمى بالفيرمونات، وهي انبعاثات كيميائية يحملها الهواء لجذب الذكور وإتمام عملية التزاوج. تقوم الذكور بنفض ألسنتهم في الهواء لالتقاط الوجود الكيميائي يلي هو الفيرمونات. تلبي الذكور النداء وتتوافر إلى مكان تواجد الأنثى، تبدأ بالالتفاف حول الأنثى لتشكل ما يسمى كرة التكاثر. قد يصل عدد الذكور الملتفة حول الأنثى إلى 12 ذكر. تستمر عملية التزاوج حتى فترة 4 أسابيع كاملة، أي فترة شهر. بعد 6 إلى 7 شهور تلد الأنثى حوالي 29 ثعبان، قد يصل العدد حتى 80 ثعبان بالضبط تلد، وهذا هو الاختلاف الثاني عن أفعى البايثون اللي تضع بيوضها لتفقس ثعابين. أحيانا الأناكوندا تأكل صغارها الميتة لتعويض الإجهاد وآخر فترة من الحمل اللي ما أكلت فيها أبدا، وصغار الأناكوندا قادر على السباحة مباشرة بعد الولادة. القصص حول مهاجمتها الإنسان وأكله نادرة جدا جدا، وعند الأساطير الأمريكية الجنوبية يقال أن الأناكوندا هي خالقة الماء وأكلة بشر شريرة أو كائنات روحية سحرية بقدرات علاجية، لكن تبقى أساطير. تعيش الأناكوندا حتى عمر 10 سنوات في البرية، وتصل لعمر 30 سنة في حالة التربية في حدائق الحيوان أو اتخاذها كحيوان أليف، وهي حالات نادرة جدا بسبب حجمها العملاق. أناكوندا عندها بقع أسفل ذيلها مختلفة من ثعبان لآخر، تعتبر شكل من أشكال التعريف مثل بصمة الإنسان تماما. وإذا واجهت أناكوندا يوما ما في حال رحت رحلة إلى أمريكا الجنوبية أو كنت عايشة هني، فيك تهرب لأنه هي سريعة في الماء أكثر من سرعتها على الأرض، لذلك فيك تسبقها بكل أريحية. أخيرا اكتبوا لي بالتعليقات عن الحيوانات اللي حابين تعرفوا عنها معلومات أكثر. سلام.